إلى إخواني المهمومين، إلى أخواتي المهمومات، إلى كل من ضاقت به الدنيا، إلى كل من خذله الكثير ووقف وحيدا في وجه الهموم والغموم، إلى من يشعر بضيق في صدره فلا يكاد يتنفس أحيانا، إلى كل من يعاني بسبب قلة الرزق وكثرة الديون وشدة المرض، هاكم الحل يا إخوتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة، ويكون هذا الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا كلام نبينا الذي لا ينطق عن الهوى، هذا كلام الصادق الأمين، فاعملوا بكلامه صلى الله عليه وسلم، وأبشروا بفرج بعد هم، ومخرج بعد ضيق، ورزق طيب حلال إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على الحبيب.